السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم راح نتحدث عن يونت 79. طبعا عندنا هنا المفرد والجمع، عندنا المفرد راح نتحدث على موضوع الجمع بشكل عام. بشكل عام يعني بشكل عام كلمات ذن نعتبرهن، يعني اكو كلمات دائما هن يعتبرن جمع حتى لو كان اثنين. يعني احنا عندنا باللغة العربية يعني مفرد مذكر، مفرد ومثنى وجمع. بالانجليزي عندهم مفرد وجمع بس، يعني ما عندهم مثنى، فهذا الشيء خليه ببالك. يعني الشيء اثنين اكثر من اللي واحد يعتبر جمع. زين، مثل ما تشوف قدامك هذا يعتبرها جمع. بس اكو ملاحظة مهمة، شوف هنا there is a nice pair. كلمة pair هي معناها زوج. أخ أغلب الطلاب يخطئون بيها، يقولون هذا جمع زوج، زوج من اثنين. لا، زوج واحد. زوج هي صحيح معناها اثنين، بس هي ككلمة هي مفرد، هي ككلمة هي مفرد مو جمع. فهذا احفظها يمك، خليها يمك ملاحظة. البير هي مفرد صحيح، هي تعني اثنين، بس هي معناها هي ككلمة هي مفرد. اكو مفردها بيرس، زوجين يعني اكثر. بير زوج واحد نعتبرها مفرد، زوج من الجينز يعني. زين، وهذه البير ما لها علاقة باللي بعدها، مفرد جمع ما لها علاقة. هذه واحد وهذه واحد، يعني انا عندي هنا اسمين، هاي اجمعها وهاي لها جمع وهاي لها مفرد وهاي لها جمع وهاي لها مفرد، هيك يعني. Some nouns end in ics but are not usually plural. يعني الاسماء اللي تنتهي بالاي سي اس تعتبر مفرد دائما، خليها ملاحظة يمك. شكو كلمة تنتهي باي سي اس تعتبر مفرد. Phonetics is مو ار. النيوز ايضا تعتبر مفرد، النيوز تعتبر مفرد، النيوز نقول عليه از. زين، عندنا كلمات اخرى، هذه الكلمات ممكن تكون مفرد وممكن تكون جمع. مثلا عندنا means، ممكن تقول مين وممكن تقول means ار، ممكن تكون means از، حسب سياق الجملة، حسب سياق الجملة. وعندنا كلمات اخرى دائما تعتبر مفرد جمع، دائما تعتبر audience, audience, company, family, firm, government، هذه دائما تعتبر مفرد. يعني government have مو has. زين، the police are، طبعا police تعتبر جمع، police are يعني مو police is. تقريبا هذا عندنا الأشياء المهمة اللي لازم تعرفها وتحفظها بيونت 79.